السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي. هاد النهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال سبب عدم رفض سبب رفض الأنثى الأرانب التلقيح، يعني السبب علاش كترفض أنها تزوج. السبب هو كاين يعني واحد الخطأ كيوقعوا فيه المربين، وهو أننا كنجيو وكنلقاو ما كنقلبوش الرحم ديال الانثى، وكيكون عندها واحد الالتهاب على مستوى الرحم كيجعلها ما كتقبلش التلقيح. هذا هو السبب اللي يعني من غير الاسباب اللي فايتين ذاكرينها في الفيديوهات، يعني الا مشينا تعطيناها للذكر وهي عاد صغيره، الا مشات حتى الانثى اعطيناها في واحد لقيته اللي هي يعني ما كاين واحد الفترات في الشهر يعني ما كتكونش هي قابله، يعني كيكون مستوى الخصوبه ديالها كيكون هابط، ما كتقبلش تلقح. دابا غادي نهضروا على واحد الموضوع واللي هو في الحقيقه خطا كيوقعوا فيه المربين، كيخلي الانثى تمرض واحد المرض ديال التهاب للرحم. هو يعني كاع المربين كيديروا نفس الخطا، اسمه هو وهو ملي كنشدوا يعني الانثى وكنعطيوها للذكر صافي وكيلقحها، وكنشدوا للزياده في يعني للتاكيد كنشدوها وكنعطيوها للذكر اخر اللي حتى هو يلقحها عاود. اسمه كيوقع ان الانثى كيتخلطوا عليها جوج ديال السوائل المنويه، يعني السائل المنوي ديال الذكر الاول والسائل المنوي في الذكر الثاني. الى كانوا جوج سوائل مشروكين في الرحم ديال على مستوى الرحم ديال الانثى، نكونوا متاكدين انه كيتكونوا واحد النوع ديال جراثيم اللي كيخليو الانثى يعني ما كتولدش. وزياده على هذا، هاد الجراثيم هادو كيتاثر بهم حتى الذكر، يعني كيولي حتى الذكر عنده مشكل فيهم. ومني كيولي عنده المشكل في هذوك الجراثيم يعني في على مستوى الجهاز التناسلي ديالو، ممكن انه ينقلوا يعني الامهات واحد اخرين، يعني كتولي الام واخا يعني يلاه ولدت ملي كتبغي تلقحها ما كتبغيش تلقح، كدوز واحد الشهر كتقول صافي راني عطيتها يعني مهله ما كتبغيش تلقح، وهي صافي راه مرضت من الرحم ديالها وخدت العدوى من الذكر اللي خداه من عند امهات اخرى. اضافه يعني شحال من واحد غادي يقول لي لا انا كندير هذه الطريقه ديال كنعطي الانثى الذكرين وراني خدام بها راه مزيانه. كونوا متاكدين ان ولو تكون صدقت مره او جوج او ثلاثه، هذا المرض راه كيوقع الى مشات حتى عطيتو يعني الانثى الذكرين. والمصيبه الكبرى انها الله يسر انها كتولي هي عدوى، ولكن عدوى وراثيه، كتولي حتى الام الى مشات حتى ولدت كتورثها في الاناث. يعني خطرات كتخرج شي انثى من الصغر ديالها ما كتبغيش تلقح، كتكبر شويه كتقول لا خليتها توصل 5 شهور 6 شهور 7 شهور وهي ما كتبغيش تلقح، ديما كتضارب مع الـ مع الـ مع الذكر وما كتخليش يلقحها، يعني كتولي حتى مورثه، يعني هذه القضيه كتولي مورثه. النصيحه اللي نعطيها في هذه الحلقه وهو منين تشوفوا شي ذكر توال مع واحد النتوه قيدوه باللي الناس اللي عندهم قاطع كبير يقيدوا باللي هاد الذكر كيتوام مع هذيك الانثى. ان كاين بخطرات كتعطي الذكر كتعطي له واحد الانثى كيبقى يشمشم فيها وما كيبغيهاش، واش ما كترشقلوش عليها واش الله اعلم، المهم ما كيبغيهاش، كتعطي انثى واحده اخرى صافي كيبغيها. نتوما شوفوا اللي موالم مع الانثى ديالكم، الذكر اللي موالم مع الانثى وفايت لقحها، هذاك ما تبقاش تبدلوه او تعطيوه. شحال من واحد كيقول لك التاكيد غادي نشدو نعطيها لهذا الذكر ونعطيها للذكر الاخر، هذاك هو المشكل اللي كيوقع، كيتكون واحد النوع ديال الجراثيم هما اللي كيخليو الانثى كتمرض
على مستوى الرحم كيولي كتولي هي كتهرب من الذكر، وحنا ما عارفينش علاش كتهرب، يعني ما باغاش تلقح، وهي راها مضروره في الرحم ديالها وما قادراش انها يعني تزاوج من 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 عند الذكر، وكتولي هذاك الذكر اللي كانت كتوالم معاه حتى هو ما كتبقاش تقدر تخليه يقيسها. اذا ردوا بالكم من هذه القضيه، هذه الذكر لقح واحد النتوه صافي، الغد ليه عاوتاني يعطيوها لنفس الذكر، ما تعطيوهاش بزاف ديال الذكور للتاكيد، هذيك للتاكيد حيدوها من بالكم، راها مشكله ومشكله كبيره. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، كنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم، نشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم وكنرحب بها. وانا على رهن الاشاره لجميع يعني الاستفسارات ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. تكيو على زر جيم باش تزيدوا تدعمونا ونزيدوا نستمروا في, 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 في القناه ديالكم، ما بقاتش القناه ديالي راه ولات القناه ديالكم. كنشكركم بزاف، تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.